إيطاليا سنوات التسعين، إيطاليا سنوات المافيا وبداية تعافي القضاء الإيطالي، لكن قضية شهيرة باش تصير في العاصمة الإيطالية لسيدة عمرها 47 سنة، أنتونيلا، امرأة عندها روتين في حياتها بصفة كبيرة، لا علاقات لا أصحاب لا أحباب، باش تتلقى مقتولة ومحطوطة في الجلس متاع دارها أمام شكون زعم اللي قتلها، وهل باش تتوصل له العدالة؟ هذا نشوفه تفاصيله في حلقة جديدة من أشهر القضايا العالمية. We'll be right back.